ايوه قول لي بقى الروح الحلوه اللي كانت بعد المباراه ما بين الناديين وديانج خد منك التيشيرت بتاعك، احكي لي على الحاجات الحلوه اللي حصلت بعد المباراه دي. لا بص يا كابتن، طالما انت احنا بقى اصبحت دلوقتي، يعني مش اصبحت، انت طول عمرك يعني، بس انت مثل اعلى وايقونه لكل اللعيبه اللي في مصر حتى الاجانب، يعني بنشوف تعامل مستر موسيماني قبل ما يمشي معاك عامل ازاي. طبعا ليه كل الاحترام يا كابتن. وديانج النهارده لما راح لك وعايز التيشيرت بتاعك اهي، معاك معانا صورة على الهوا يا كابتن اهي. احنا في الاخر يا كابتن، احنا في الملعب احنا اللعيبه اخوات صحيح. اخوات، احنا بنتكلم يا كابتن. احنا النهارده دخلنا الماتش اول مره، ماتش اهلي والزمالك يعدي، ما فيش جمهور الزمالك ما فيش تجاوزات على حد، جمهور الاهلي ما فيش تجاوزات على حد، فلما يبقاش في تجاوزات اللعيبه عمره ما هيتجاوز يا كابتن طارق. صح، برافو فعشان عليك. كده الماتش، فعشان كده الماتش طلع بالشكل ده. انت بتشوف النهارده يا كابتن والجمهورين طالعين من استاد السلام، ايوه جمهورين طالعين مع بعض، بالظبط. فما فيش مشاكل، خلاص ماتش وعدى. لا والصوره دي كمان معبره، اما لعيب محترف مثلا زي ديانج، وديانج لعيب كبير، طبعا و الله و يكرمك. اه وشوبير مصطفى شوبير جالك، ولاعيبه الاهلي سلموا عليك، لا يعني الروح كانت باين انها حلوه عليه. مصطفى شوبير انا قلت له يا كابتن يسيبه، من اي شوف حد برضو بيقعد الشناوي. يتكلم بطريقه مش كويسه عليه، واكون كويس وموهوب، قلت له افضل اشتغل وان شاء الله نشوفه يبقى نجم مصر الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله هنكمل بقى على كده شيكا ان شاء الله. باتشي ان شاء الفورمة، الله كابتن الفورمة الحلوة دي، فورمة انا عايز كويسة الفورمة، شيك. انا عايزك تمتعنا ألف فورمة بعد انت وزمايلك، مش يعني انت وزمايلك يعني. ان شاء الله يا كابتن، ان شاء الله الفترة الجاية زي ما انا قلت لك النهاردة دي النقطة، النهاردة هنبني عليها للماتشات اللي جاية ان شاء الله. ان شاء الله شيكا والف مبروك. والحلوة الحتة بتاعت الزمالك تروح انت عامل كده بالعرق، يعني انت بتطلع حاجات احنا غريبة يا ابني والله، بتطلع حاجات غريبة اهي. الصورة معانا على الهوا اهي. طبعا طبعا عارفين لازم الواحد احنا يعرف. طبعا بنلعب بنكسب بعرقنا بس، طبعا ما عندناش اي مساعدات تانية صح، الا غير جماهيرنا مجلس الإدارة بس، هو ده اللي احنا بنكسب بيه، ما عندناش حاجة تانية نكسب بيها الا غير كده. طبعا طبعا.